السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يا بنات إن شاء الله والشباب طبعا راح يكون عندي شرح على موضوع السنجل لاين دياجرام أو اللي احنا بنسميه المخطط أحادي الخط. السنجل لاين دياجرام اللي هو زي ما احنا ملاحظين عندي او بنسميه احنا باللغة العربية المخطط احادي الخط او بين قوسين ناس بتسميه السلك. طبعا يا بنات هذا المخطط هو المخطط أحادي الخط أو المخطط أحادي السلك. تمام، هذا المخطط هو عبارة عن رسم ممكن من خلاله إحنا نقدر نعمل أو نتعرف على أجزاء النظام الشمسي، نقدر نفهمه ونشرحه ونقدر نتعرف على أجزائه بشكل كامل. طبعا في شغلة بسيطة، أنا هذا الفيديو عامله تجريبي لسه ما مش هشرح حلقيت، بس أنا اللي هعمله اني هعطي نبذة بسيطة عن اللي هو الشرح الالكتروني. راح يكون باستخدام مجموعة من البرامج، منها برنامج اللي هو الوورد، منها برنامج الباوربوينت، ومنها البرامج اللي بتعرض التكست او النص زي اللي هو البي دي اف، او البرامج اللي لها علاقة بالفيديوهات او الانترنت. تمام، في عندي طبعا اللي هو الجاهز عندي اللي هو المخطط راح نفتحه. هذا مخطط عبارة عن سنجل لاين دايجرام زي ما انتم ملاحظين، هو عبارة عن نظام مكون من ألواح شمسية، الجهاز الانفيرتر، طبعا الحمايات اللي بتكون في الجنكشن بوكس او الكومباينر بوكس او اللي هو الطبلون الخارجي، نظام التأريض الدي سي. في عندي خطوط متعددة، هذه الخطوط هي عبارة عن الخطوط اللي بتمثل بالنسبة إلي الجريد أو الشبكة. في عندي خطوط متعددة بتمثل بالنسبة إلي اللود أو الأحمال، وفي عندي طبعا من خلال هذه الشغلات اللي هو الكهرباء أو الخارج تبع النظام الدي سي اللي بروح على البطاريات أو اللي بنستخدم من خلاله البطاريات. طيب مبدئيا راح امر او اقرب على اللي هو الخلايا الشمسيه. هذا اللي عندي راح تلاحظ عندي انه في عندي 2 سترينج 2 ضرب 18، يعني كل سترينج فيه 18 بانل او 18 لوح شمسي موصلين على التوالي ان سيريز يعني. والخليه هاي او اللوح هذا مصنوع او 325 واط، 325 واط. لاحظوا هذا السترينج الاول، طبعا احنا ما حطيناش كل الالواح لانه لو بدي ارسم كل الالواح جنب بعض راح يكون عندي مخطط كبير جدا، بالتالي انا بستعيض عن هذا الموضوع برسم لوحين في الاول ولوح في الاخر وبترك بينهم مسافة او نقاط. هاي النقاط بتوضح تعددية النظام لحد ما نصل ل 18 لوح في السترينج الواحد، وفي عندي في السترينج الثاني كذلك 18 لوح، لوحين في الأول وفي عندي في مسافة بينهم ثم اللوح الثالث. وبعد هيك راح يكون عندي طبعا اللي هو عملية التأريض، كل لوح بتأرض على حدة مع اللوح اللي جنبه، بتم تأريض الألواح كلها، بتم تأريضها في الشاصي نفسه أو في الهيكل المعدني نفسه، وبالتالي يتم تأريض اللي هو النظام في منهل مع قضيب نحاس. وهذا السلك زي ما احنا ملاحظين هنا معمول عليه دائرة صغيرة، ومعمول انه والله السلك بمن 10 مليمتر مربع مساحة مقطع. تمام، طبعا بتم عندي هنا عملية عمل اللي هو فيوزات زي ما احنا ملاحظين هنا. في عندي المخطط هذا وشرحته قبل هيك، قلت لكم لما يكون عندي الخط اللي عامل زي حرف الاس هذا في المكان، بكون عندي اللي هو نظام فيوز او حماية. طبعا الفيوز هذا يا بنات لازم او يا شباب لازم يكون
الفيوز هذا على الأقل 1.5 ضرب الأمبير تبعه. يعني هذا الفيوز زي ما حكينا يا جماعة، الفيوز لازم يكون فيوز كارنت، أو التيار تبع الفيوز راح يساوي 1.5 ضرب اللي هو الكرنت تبع مين، او التيار تبع مين، تيار السترينج. تمام. فعلى هيك هذا الفيوز راح يكون عندي، اللي موجود عندي هان الفيوز راح يكون 15 امبير. ليش؟ لانه عندي هذه الخلايا كلها او هذول الالواح كلهم موصلين على التوالي، وبالتالي لما يكونوا موصلين على التوالي هذا الاشي راح يخلي الامبير او التيار تبعهم هو تيار لوح واحد فقط، والفولتية راح تكون كبيرة جدا. تمام. راح يكون عندي هان طبعا الفيوز واضح انه محطوط، مش محطوط بس على الموجب، لا محطوط على الموجب وعلى السالب، وهذا اشي بنعمله في بعض الاحيان لزيادة الحماية، لكن اللي بيمشي الحال عليه ممكن لو استخدمنا على قد فيوز واحد على الموجب بمشي الحال. طبعا بعد هيك راح يكون عندي الاس بي دي، الاس بي دي او اللي هو مانع الصواعق، اللي هو بيتم اخذ من بسبار، اخذ نقطة من الموجب ونقطة مع السالب، بيتم توصيلها لكل سترينج، كل سترينج بنعمل له اس بي دي لحاله، وهي كمان اس بي دي هان للسترينج الثاني، وبتم طبعا توصيل الطرف الارضي مع الارضي تبع الدي سي تبع النظام كله زي ما انتم ملاحظين، اللي هو الخط الاخضر المتقطع الواضح في الصوره. تمام. واضح عندي هنا يا بنات انه في عندي معلومات عن الطبلون اللي هنستخدمه، بي في كومباينر بوكس او اللي هو الطبلون الخارجي مصنوع من الالمنيوم او البلاستيك، احنا ممكن نسميه الالمنيوم او البلاستيك، اي بي 65، وانتم بتعرفوا ايش يعني اي بي 65، هو اصطلاح بنصطلحه للحماية او كمية الحماية او قدرة الحماية. ضرب في عندي 6 ضرب 15 امبير دي سي 1000 فولت اللي هو فيوزات. تمام. وفي عندي طبعا 2 اس بي دي دي سي 100 او 1000 فولت، 1000 فولت في دي سي. طبعا بكون دائما الاس بي دي او الفيوز بكون 40 كيلو امبير. تمام. في عندي هنا مدخلين يا بنات، هذا الجهاز بكون فيه مدخلين للطاقة، مدخلين للخلايا الشمسية والألواح الشمسية. المدخل الأول MBBT Input A و MBBT Input B. الـ MBBT Input أو الـ Input تبع الخلايا في الجهاز بكون عندي 2 لكل A، يعني الـ A أو الشق الأول أو الشاحن الـ MBBT الأول بياخد مجموعتين من الخلايا. هاي مجموعة ممكن اركبهم افصلهم، اعمل 6 هان و6 هان، ممكن اعمل 18 كلهم هان، ممكن اعمل مثلا والله مثلا 3 هان ومثلا 8 هان حسب العدد اللي انا بدي اياه ممكن افصله، لكن بمشي الحال لو انا ركبت كل الالواح على مدخل واحد. وفي عندي كمان مدخل البي بدخل فيه باقي الالواح، بحيث انه هذا جهاز 10 كيلو، انا عارف ال 10 كيلو شيء كبير عليكم، لكن انا هذا اللي توفر عندي فوريتكم اياه. طبعا زي ما احنا ملاحظين عنده مدخلين للخلايا الشمسيه، المدخل الاول ركبنا عليه 18 لوح، المدخل الثاني ركبنا عليه كمان 18 لوح. طيب في عندي طبعا هنا في حاجه اسمها بارل كونكشن، وبارل كونكشن هذا لما نجمع الاجهزه مع بعضها، وهذا موضوع لاحقا راح نحكي عنه مش الان. تمام. في عندي طبعا بعد هيك اللي هو دي سي، طبعا هذا الدي سي انتم عارفين ليش موجب وسالب، وبياخذ 48 فولت هذا للبطاريات. وفي عندي اي سي اوت، طبعا هذا الجهاز يا بنات ويا شباب هذا جهاز 3 فيز او 3 فاز، بالتالي بيكون عليه اللي هو ار واس وتي ونيوترال وارضي،
وهان برضو R وS T ونيوترال وأرضي. AC out يعني هو خرج الجهاز أو الإشي أو الطاقة اللي طالعة على اللود، والAC in برضو هو دخل الجهاز أو الAC أو قد كمية الطاقة اللي داخل على الجهاز اللي بنستخدمها لشحن البطاريات. طبعا في عندي يا بنات هنا وام سي بي، وهان ام سي بي، ام سي بي يعني ايش اللي هو احنا بنحكي عنه دائما اللي هو قاطع فور بول او اربع اقطاب، تمام، عليه طبعا بيجي 40 امبير للدخل، وعندي ام سي بي 4 بول 10 امبير للخارج. طبعا هذا بنحطه على قد استخدامنا من الطاقة الكهربائية، وهذا على قد استخدامنا للطاقة الكهربائية في الأحمال، وهذا على قد استخدامنا للطاقة الكهربائية في شحن البطاريات أو استخدامها في الجهاز. طبعا هنا الدوائر هذه اللي بتيجي بالعرض زي الشكل اللي انتم ملاحظينه، هاي الدوائر هي عبارة عن تعريف بنوع السلك وقطر السلك أو مساحة مقطع السلك عفوا، تمام. زي ما احنا ملاحظين هان يا جماعة، طبعا في بيجي طبعا بكون في حاجة اسمها اللي هو السيرج ارستور موجودة على الاي سي، هيها زي ما انتم ملاحظينها في الاي سي تبع اللي هو الجريد او الشبكة او الكهرباء اللي جايانا من الشبكة. وفي بيكون عندي طبعا يا جماعة الخير هان طبعا اللي هو مونترنج ريلي او اندر اوفر فولتج، اندر over voltage relay، under over voltage relay، وهذا احنا بنعرف ليش بنستخدمه وحكينا عنه قبل هيك، قلنا انه هذا عبارة عن device او اداة احنا بنستخدمها للتحكم في range دخل الكهرباء. الرينج هذا لازم يكون كحد معين، لا يزيد عن مثلا 380 عن 300 مثلا 400 فولت مثلا في الماكسيمم، ولا يقل عن 360 فولت في الماكسيمم. انا بحكي ب 380 يعني بحكي في 3 فاز، تمام. طبعا برضه بحدد لي في منه نوع ثاني بحدد لي او بيعطيني رينج للفريكوانسي او التردد. طبعا يا جماعه في عندي أشياء أخرى راح نحكي عنها لاحقا، لكن أنا حبيت أعمل تجربة بسيطة. من خلال هذه التجربة راح أعرف اللي هو تعليقاتكم على الموضوع، الشرح كيف كان، الشرح منيح ولا لا، إيش الشغلات اللي إحنا ممكن نعدلها أو نزيدها. طبعا دائما راح أستخدم في الكتابة الوورد، راح أستخدم في الشرح البي دي أف أو الباوربوينت، راح استخدم في هاي المجموعه من الاغراض، لو راح استخدم اليوتيوب او الفيديوهات اللي راح تكون بتساعدني في الشرح، وراح لاحقا استخدم برضو بعض البرامج الخاصه بالرسم الهندسي اللي ممكن من خلالها نشرح بعض الشغلات لو احنا بدنا نرسمها، يعني لو بدنا نرسم مثلا نظام شمسي بسيط ونشرحه لكم. طبعا كل النقاط اللي انا شرحتها او اللي بشرحها قابله لانه انتم تسالوني فيها، ممكن تسالوني او تعطوني ملاحظاتكم، انا جاهز في اي شغله انتم بدكم اياها. بالنسبه لموضوع الاسئله ممكن تستخدموا التعليقات او الكومنتس الموجوده في الفيسبوك، ممكن تستخدموا يعني طبعا التعليقات تبعتوا لي او نوتس او شغلات زي هيك انتم كاتبينها، لو عندكم مثلا ورقه وكتبتوا عليها ملاحظاتكم وكذا صورتوها وبعتوها على الفيس او حطيتوها على الجروب، انا برضو راح اتعاطى معها بشكل ايجابي وراح اجاوبها بشكل سريع. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاي عمليه الشرح اللي عندي، وشكرا جزيلا لكم.